كما جاء في التاريخ أن هؤلاء في الأصل رجال صالحين ماتوا والناس كانوا يحبوهم من شدة حبهم، بعد سنوات طويلة بالتدريج صنعوا لهم أصنام، بدأت بتذكار وبالتدريج تحولت إلى صنم يعبد. لك المايك. إسلامي، أرجو أن تجاوب على قدر السؤال، يعني بلاش نطلع بكثير. أنا أسألك سؤال بسيط جدا، مش كان أب إبراهيم هو هذا يعني المسؤول عن كل هالعبادة الأصنام هذه؟ فأب إبراهيم مش هو كان هو يعني المسيطر على هالقوم كلهم، هذا الكاهن الأكبر فيهم، والقوم كانوا يعبدون الأصنام، أليس كذلك مايك؟ نعم، وكلمة أبي هنا بمعنى أب القوم كلهم، كبيرهم آزر. تفضل، لك المايك. إذا السؤال يا إسلامي سؤال بسيط للغاية، بما أن هذا الرجل كان عنده أصنام كثيرة وكان القوم يعبدون هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام القوم كانوا يعبدوا هذه الأصنام، وكان زعيمهم هو أبي إبراهيم آزر، هذا آزر كان هو كبير القوم وهو الذي كان يعني أصلا يوجه عبادة الأصنام للقوم كلهم. لكن أنا سأسألك السؤال التالي، لنقرأ الآية القرآنية التالية، عندما أصبح الحديث مباشر بين إبراهيم وأبيه، ماذا قال له إبراهيم؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فكيف كان أب إبراهيم يعبد الشيطان والقوم يعبدون الأصنام مايك؟ أفهمك جيدا يا دكتور رشيد. الشيطان الذي رفض أن يسجد لآدم إبليس عدو آدم مباشرة، الشيطان هامان وزير فرعون، وهو نفسه هو الشيطان. أتريد أن تذهب إلى معنى أن آزر كان صديق لنفس إبليس هذا الشيطان ويأخذ تعليمات منه؟ تفضل، لك المايك دكتور رشيد. نعم يا إسلامي، بس أرجو نكون دقيقين بالألفاظ، هو ليس إبليس، هو الشيطان، نعم هو الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة، هو نفسه هامان صاحب فرعون، وهو ليس وزيره وإنما هو شخص منفصل عنه، هو من الشيطان وهذا من الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. ما أريد أن أقوله أن أب إبراهيم آزر هذا هو الذي كان في اتصال مباشر مع الشيطان هامان، وهو الذي كان يفعل تلك الأصنام، فتلك الأصنام إذا فعلها هامان ستعمل لك العجائب، وبالتالي ستجبرك أن تخر لها ساجدا إن لم تكن على علم كإبراهيم مايك. جميل جدا دكتور. طيب دكتور، نحن بنلاقي في اختلاف بالمفردات اللي بتشير إلى الأصنام، يعني تارة بتكون أصنام، تارة فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وإنما تعبدون من دون الله أوثانا، وكمان بأماكن بتكون نصب الأنصاب. شو الفرق بين هدول؟ يعني هل لما بيفعلها هامان بتصير أوثان، أو شو الفكرة من الاختلاف بالمفردات؟ يا أحمد، على أساس أن أقول لك شو الفرق بين هذه، سنعود إلى قصص كثيرة وإلى يعني بدأت القصة كلها تبدأ مع قوم نوح يا سيدي الكريم، عندما قالوا قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هنا بدأت رحلة البشرية مع تلك الأصنام، الأصنام التي لو فعلها الشيطان ووضع بها تلك الطاقة الرهيبة التي تمكنك من إن تحقيق ما تريد من خلال هذه الأدوات. وإلا يا سيد أحمد، أنا سأسأل سؤال، هل تعتقد بأن هاي الشعوب وهاي الأمم على مر العصور من التفاهة بأنه فعلا يجيبوا حجر يحطوه قدامهم ويصيروا يعبدوه؟ يعني هاي هل كان ذلك الأمر أمرا عاديا، يعني يمكن أن يتقبله شخص عادي سوي يعني له عقل؟ لا يا سيد الكريم، لو لم تكن هذه الأمم على علم بما تفعل هذه الأصنام التي يشغلها هامان لما جعلت تلك شريعة على مدى الزمان وعلى تقلب الأمم. كل الأمم السابقة وقعت خديعة لهذه الأصنام،
فالأصنام يا سيدي الكريم أمامنا الآن، تبنى الأصنام أمامنا وأمام أعيننا ونحن نعبد الأصنام ولا ندري، لأن هذه الأصنام لها طاقات هائلة جدا جدا، بدأت بقصة نوح ولن تنتهي على الإطلاق. مايك. دكتور، انا اللي كنت بدي اقوله انه يعني هلا بهالوقت الحالي بنشوف كثير مثل عند البوذيين انه في عندهم اصنام، يعني بعده في عندهم اصنام وبيؤمنوا انه بتفيدهم نوعا ما او بشكل او باخر، فهل الشيطان تدخل وفعلهم وفعل الاصنام هذه؟ يعني بهالزمن الناس كثير بتقول لك الحجر ما بيعمل شيء، واغلبية الناس يعني، فهل الله فعل، أو استغفر الله العظيم، الشيطان يفعل هذه الأصنام الآن في الوقت الحالي؟ نعم يا أحمد، الشيطان يفعل تلك الأصنام، لكن ما عنده هذا العلم اللي كان موجود في الأمم السابقة. هو أعظم الأمم وأعظم من فعلت هذه الأصنام هي قوم نوح، إنهم كانوا أظلم وأطغى. ليش قوم نوح كانوا أظلم وأطغى؟ لأنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. عدهم يا أحمد ستجدهم خمسة. هذول الخمس أصنام طبعا بعد شوي حنتحدث عنهم بتفصيل أكثر، لكن هذولا إذا اشتركوا الخمس وتواجدوا الخمس هذولا سيكونوا هم الأظلم وأطغى. لكن الأمم من بعد نوح أخذت يعني واحد اثنين ثلاثة، فكانت قوة كل أمة وضلال كل أمة وظلم كل أمة يعتمد على مقدار يعني ما يفعل من هذه الخمسة. فإذا فعلوا واحد منها معناته عندهم قوة للأس واحد، وإذا فعلوا اثنين منهم صارت للقوة اثنين، وإذا فعلوا ثلاثة ثلاثة وأربعة وخمسة. فأشد الأمم التي فعلت هذه الأصنام هي الخمسة، وإذا فعلت هذه الخمسة. انتظر لحظة، هل أفهم من كلامك يا دكتور رشيد؟ الآن مثلا أنا أعمل نحات، إذا قمت بصناعة خمسة أصنام الآن وجمعتها في غرفة واحدة، هل ستكون القوة الخمس مجتمعة في غرفة واحدة؟ أهذا ما تقصد؟ يا إسلامي، لو عدنا إلى حتى الأمم الوثنية السابقة القديمة اللي نسميها الأمم الوثنية، الأوثان، اللي هم أمم الأوثان، لو وجدنا عندهم آلهة، وهذه الآلهة كانت متعددة، يعني يتعدد فيها الآلهة، لأنه بهذه الثقافات وهذه الحضارات كانت تؤمن بأن كل إله مسؤول عن شيء معين. لكن لو ركزنا بشكل بسيط جدا لوجدنا أن قوى الكون هي خمسة، وهذه القوى الخمسة كل واحد من هذه الأصنام لها طاقة معينة بهذه القوة. ومن هنا جاءت اللي كلكم بتشوفوها حتى بأفلام الأطفال البسيطة جدا، أفلام الكرتون اللي هي قصص الأفاتارز يا سيدي الكريم. الأفاتار كل واحد له طاقة لشيء معين، هناك من يستطيع على الماء، وهناك من يستطيع على الريح، وهناك من يستطيع على النار، وهناك من يستطيع على التراب، وهناك من يستطيع على الروح. فهذه القوى الخمسة إذا اجتمعت مع بعضها البعض وأصبحت تستفيد من هذه القوى الخمسة، فأنت تستطيع أن تتحكم بالطبيعة كلها. لذلك الآن قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى، لأن الحضارة الوحيدة التي حازت على هذه الأصنام الخمسة أو على هذه القوى الخمسة. بعد نوح أصبحت هذه الأمم تحوز على واحد أو اثنتين أو ثلاثة من هذه القوى. هذا موضوع كبير جدا، لكن خلينا نركز بس فقط لا غير بفكرة الصنم. كيف يكون هو صنم، وكيف يفعل هذا الصنم، وما هي، وشو اللي بيخلي كل هذه الأمم تقع فريسة لهذه الأصنام؟ يعني حتى أنه كما قلنا قبل قليل أن إبراهيم نفسه أكد أن هذه الأصنام أضلن كثيرا من الناس. مايك. الآن نقع في مشكلة صغيرة جدا، إذا كان هذا الصنم يحمل طاقة معينة بطريقة ما، فهذا معناه أن لديه قدرة بالنفع أو الضر، لكن الثابت عندنا في القرآن الكريم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأنت تقول يوجد فيها طاقة ربما تنفع وربما تضر، فأي القولين آكد عندك؟ لك المايك. طب أنا عندي سؤال ثاني، الآن دائما دكتور بعرفش إذا الموضوع ريليت متصل ولا لا، دائما لما يكون الوضع كريتيكال بالنسبة
للإله أو للبشر أو إلى آخره، دائما نلجأ للماء في الحل. لذلك يعني شفنا مثلا في قصة نوح، هذول لما الأصنام اعتدت وإلى آخره أجى الطوفان، وكذلك في قصة سيدنا موسى لما انتهى الأمر إلى فرعون كان لازم يموت في الغرق. فهل الماء له علاقة في إبطال عمل الأصنام مثلا، أو إبطال عمل كيد الشيطان مثلا؟ مايك. هذا يا همان سيطرح السؤال، لما كان عذاب قوم نوح وعلى وجه التحديد هو بالماء؟ يعني ليش انه ابواب السماء، فتحنا السماء بماء منهمر، ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. في قصة نوح يا سيدي الكريم، الطوفان نزل الماء من السماء، وتفجرت الارض من الماء من الارض، فالتقى الماء، يعني ماء الأرض التقى مع ماء السماء، فكانت كلها ماء. فلما جاء غرق قوم نوح بالماء؟ لأن الجواب عليه يا سيدي الكريم بسيط جدا، وكان عرشه على الماء. مايك. إذا يعني بالمصطلحات البسيطة، يعني وقت الطوفان كان القصد إن ربنا يعمل ريست مثلا، يعمل إعادة ضبط للأمور بشكل كامل مثلا. بمعنى تركتكم براحتكم فعبدتم غيري، واعتقدتم بغيري فملأتم الأرض، فحان الوقت أن أكون أنا فوق الجميع كما المرة الأولى. فعندما التقى ماء السماء مع ماء الأرض بكل بساطة، عملية فورمات بين قوسين جديدة. وفعلا منذ تلك اللحظة تم هذا الفورمات، الله الواحد الأحد، منذ تلك اللحظة بعد الطوفان. يقول تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. أعتقد أنه ما دام صارت الأمور فيها أصنام وصار فيها عبادة لغير الله، فكان عقاب قوم نوح في الماء ليذهب عنهم رجز الشيطان ويذهب عن الأصنام هذه وهذه الطاقة اللي فيها وإلى آخره. ولكن يبقى السؤال دكتور، أنا سألتك إياه تجاوبنا عليه، مسألة التماثيل، لماذا إبراهيم عليه السلام كسر التماثيل وسليمان كانت الجن تعمل له التماثيل بأمر من الله؟ مايك. وأنا جميعا يعني أرجو أن نظلنا على يعني عقدنا بالكلمات البسيطة، يعني بلاش نروح لأشياء بتوقع ليس وقتها، وخلينا فقط لا غير ما بما يعني على الأقل بالمعلومات البدائية. ما أريد أن أقول شيء بسيط للغاية، وكان عرشه على الماء. سيدي الكريم، المعلومة البسيطة جدا اللي الجميع يجب أن يتمثلها هي المعلومة التالية: الإله الحقيقي هو الذي يعلو الماء، والإله الفاسد هو الذي يعلوه الماء. فالماء هو الحكم الفيصل بين الإله الحق والإله الباطل. مايك.